سيده صالحه تقيه حافظه لكتاب الله منذ الصغر وتحسن التوكل عليه توفي زوجها الذي كان يعمل مزارعا بالاجر بعد ان ترك لها ثلاثه ابناء كلهم بالمدارس واكبرهم في العاشره من عمره وقد تكفلت الام بتربيه ابنائها تربيه صالحه فكانت بعد صلاتها للفجر وقبل مغادره بيتها تقول دائما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ثم تخرج من القريه ذاهبه الى المدينه لتبيع ما جمعته من اهل القريه من بيض وجبن ثم تعود الى بيتها سعيده بعد ان تبيع كل ما اخذته معها بفضل من الله وتشتري طلبات ابنائها وبمزيد من مشاعر الحب تبدا في مراجعه القران والدروس مع ابنائها كان بيت الام بسيط الحال ضعيف الاساس وفي ليله من الليالي اشتده طول الامطار وزادت الرياح وكانت تطيح بكل شيء فظلت الام مستيقظه طيله هذه الليله تخشى على صغارها الذين استيقظوا على شده الاصوات التي يسمعونها فاحتضنت الام صغارها وحاولت تدفئتهم بكل ما لديها واخذت تدعو ربها وتناجيه ان يحفظ صغارها وان يدبر لهم امورهم ثم نهضت بعيدا عن صغارها واحضرت ورقه وقامت بكتابه كلمات ووضعتها في شق موجود على الحائط وقد شاهد الابن الاكبر ما فعلته امه دون ان تعلم مضت الليله على خير وفي الصباح سالت جاره الام كيف لم يسقط بيتها رغم سقوط بيوت ربما اشد صلابه من بيتها فابتسمت وذكرت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اني لاعلم ايه لو اخذ بها الناس لكفتهم ثم تلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مرت الايام والاعوام، وكبر الصغار واصبح لهم شان عظيم، وانتقلوا جميعا الى احدى المدن ليعيشوا في بيت كبير، وتركوا امهم في بيتهم المتواضع بناء على رغبتها، وكان الابناء بارين بامهم وقدموا لها كل ما تتمناه حتى توفيت. وقد حزن الجميع على فقدانها واخذوا يستعيدون ذكريات طفولتهم مع امهم الحنونه واذا بالابن الاكبر يتذكر الورقه التي وضعتها امه فاخبر اخوته بما حدث وتوجه والتقط الورقه التي كانت توضع خلف حجر في شق الحائط وعندما سحب الورقه اخذ البيت يهتز بعنف فخرج الجميع مسرعين خوفا من ان ينهال البيت عليهم وبعد دقائق سقط البيت فحمد الابناء ربهم وتعجبوا لما حدث وعندما فتحوا الورقه وجدوا فيها فلتصمد بامر الله. بكى الابناء بشده ودعوا لامهم بالمغفره فكم كانت تقيه وشديده الثقه بالله فاراها الله عجائب قدرته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الساحر التائب قصه داود الساحر التائب تكشف عن ان رحمه الله واسعه وانه سبحانه واسع المغفره وان الله هو خير حافظا وان الحديث عن الشياطين والجن امام قدره الله مجرد هراء وان ما يضر الانسان او ينفعه ما هو الا ما اراده الله يقول داوود عشت مع الشياطين ثمانية عشر عاما مارست خلالها كل أنواع السحر كانت البداية عندما غابت العقيدة عن المنزل وبيت الأسرة فوالدي كان ساحرا وعندما أصبح والدي مسنا كنت البديل له ومع ضعف العقيدة والإيمان دخلت عالم شياطين السحر لتكون أكبر رحلة من المعاصي لقد كنت أختلي بنفسي في كهف في الصحراء مع الشياطين لقد مكثت داخل قبر لمده خمسه عشر يوما لانال والعياذ بالله شرف تنصيبي لقب ساحر وفقدت بهذا اللقب انسانيتي وكنت اظن انني لن اموت بعد رحله تنصيبي ذهبت الى السعوديه لمده ثلاث سنوات مارست فيها كل انواع السحر والنصب وعدت بعدها الى بلدي مشهورا يقول الناس بانني اكبر ساحر وفي احدى الليالي دخل علي شاب ملتزم حذرني من غضب الله وقال ان السحر كفر لكني لم استجب له ولم اهتم بكلامه بعد ذلك قرا ايه الكرسي فشعرت ان الشياطين الذين مثلي هربوا بعيدا عني ودخل الخنجر الذي امارس به السحر جسدي لادخل بعدها المستشفى لمده ثلاثه اشهر وبعد ان شفيت حاولت الانتقام من هذا الشاب بمحاولات كثيره ولكن كل المحاولات فشلت لايمانه القوي اما عن توبته فيقول داود لقد جاءت توبتي من خلال رؤيا شعرت خلالها انني اموت وتم دفني ودخولي القبر وسالتني الملائكه من ربك وما هو دينك وهل صليت وكانت اجابتي تؤكد كفري بالله فقمت من النوم اصرخ باعلى صوتي وبعدها بدات افكر فيما افعل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ثم ذهبت الى الشاب الملتزم فاحسن استقبالي وساعدني على التوبه وشرح لي حديثا شريفا يبين ويثبت ان السحر كفر فاقتنعت بكلامه وذهبت الى المسجد لاصلي بعد ان اغتسلت واستبدلت ملابسي وبعد فتره عدت الى منزلي لتبدا معركه التوبه مع الشياطين الذين رفضوا عودتي وهددوني بالانتقام ليس في نفسي بل في اولادي واهلي واخترت طريق التوبه وظلت الشياطين تحاربني في اولادي حتى اصبحنا في خطر شديد وبفضل سوره البقره والاذكار وكثره تلاوه القران في المنزل زال الخطر وتمسكت بتوبه الى الله ونجحت وبحمد الله في توبه ثمانيه وخمسين ساحره وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. اب لثلاثه اطفال. تعلم الشده والقسوه على اطفاله من زميل له في العمل كان يتعامل مع ابنائه بكل عنف وجفاء مبررا ذلك بان العطف والحنان مع الابناء يجعلهم مدللين ولا يتحملون المسؤوليه كان هذا الاب القاسي كلما غضب من اولاده او غضب عليهم حاسبهم حسابا شديدا غير مهتم بتوسل زوجته اليه التي كانت تذكره دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم الا ان الاب كان لا يهتم بتوسلها ونصائحها له فتعود الاطفال على الخوف منه بسبب اسلوبه الفظ معهم وهذا ما جعل ابنه الاصغر وعمره خمسه اعوام شديد الغيظ منه وذات يوم احضر الاب سجاده كبيره من اغلى وافخم انواع السجاد فجاء ابنه الاصغر واخذ يفكر في طريقه يتمكن من خلالها الانتقام من تصرفات ابيه التي تزعجه وتؤلمه الى حد كبير واثناء نوم ابيه ليلا احضر سكينا وقام بتمزيق السجاده ثم ذهب لينام. وفي الصباح استيقظ الأب متأخرا عن موعد الذهاب لعمله، وعندما شاهد السجادة وما حدث لها من تمزق، أجل العقاب الشديد لأبنائه إلى ما بعد عودته نظرا لتأخره. شاهدت الأم السجادة وتوقعت ما سيفعله الأب مع أبنائها عند عودته، وعندما وجدت أبنائها في خوف شديد، قالت لهم: اطمئنوا، لن يمسكم أي أذى. وعندما سألها الأبناء كيف ذلك وهو قد خرج غاضبا، قالت لهم: معي الحل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. ثم نظر إليها فإذا بها تصلي ركعتين وتدعو الله. ثم قالت هذه عادتي لقضاء الحوائج. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وصل الأب إلى عمله فوجد جميع زملائه في حزن شديد فبحث عن صديقه قاسي القلب وقدوته ولكنه لم يجده ثم عرف بعد ذلك أنه في المستشفى يجلس بجوار ابنه المصاب فترك العمل وذهب إلى صديقه ليطمئن عليه. وهناك وجد صديقه يبكي بكاء شديدا وهو ينظر الى ابنه الصغير وقد تورمت يداه وعرف من ممرضه ان زميله قام بربط يدي ابنه واخذ يضرب عليهما بعصا لانه مسح يديه المتسختين باحدى الستائر والطبيب اخبره بانه تسبب في حدوث عاهه بيدي ابنه بسبب قسوته معه بكى الاب بعدما تذكر ما كان يفعله مع ابنائه الثلاثه فترك المستشفى وعاد الى بيته وعندما شاهده الابناء اسرعوا من الخوف الى حضن امهم ولكنهم فوجئوا بابيهم يبكي ويعتذر لهم ويقبلهم ويعدهم بعدم القسوه معهم وتعويضهم عن كل اذى تعرضوا له من قبل فابتسمت الزوجه وسجدت لله شكرا لقبوله دعاءها. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.